وهذا هو ابن الأهلي، اسمه مصطفى مراد فهمي، اسم طاف الدنيا وتجاوز حدود إفريقيا ووصل إلى العالمية. مصطفى فهمي خريج مصنع الأبطال، مصنع الأهلي، بل قل صنع في الأهلي أو ولد في الأهلي، فهذا الشبل من ذاك الأسد. فعائلة مراد فهمي عمرها من عمر الأهلي 100 سنة على الأقل، عائلة لها تاريخ عريق. مراد فهمي نجم أهلاوي كبير وصاحب فكر مستنير، كانت له بصمته في الكيان لاعبا وإدارية متعدد المواهب. ليس هذا فحسب، بل سيظل التاريخ يذكر مراد فهمي الذي أسس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي فاز بأول كأس أمم إفريقيا عام 1957. من هذا العملاق خرج عملاق أهلاوي كبير، مصطفى مراد فهمي، ليكمل مسيرة الأب. فدخل في معترك الكرة الإفريقية ما يقرب من 3 عقود، ولم يكتفي بذلك، بل تعدى حدود إفريقيا، وهكذا كل أولاد الأهلي. خطفه الفيفا ل5 سنوات، ساهم في إدارة مسابقاته وتطوير كرة القدم في العالم. مصطفى مراد فهمي قيمة وقامة كبيرة في كرة القدم يعرفها العالم كله، فهو الإداري الرائع وصاحب اللغات المتعددة وكثير المواهب وصاحب الخلق الرفيع. مصطفى مراد فهمي حكاية أهلاوية جميلة وعظيمة سيحكيها لنا مع الكابتن مصطفى عبدو. مصطفى في مواجهة مصطفى، تعالوا نرحب بمصطفى مراد فهمي مع المجري.